الموديل اللي خدمت ديال الضفار. غادي نخلي لكم لاباج انستغرام ديال البنت اللي ديما كنخدم عندها ضفاري. هادو البنات راهم غير لي فوزونغ البيرمانونط ماشي لو جيل. صراحه كيجيو واعرين في الخدمه. ومن بعد خدمات ماما عندها الميكرو بليدين كما كتشوفوا. غادي تشوفوا هنايا تشوفوا هنا افون غادي تشوفوا ابري كيفاش غادي يولي. وراها دايره دي برومو زوينين بزاف. راه خليت لكم لو كونط ديال هاد انستغرام ودخلوا لك شو باغين اي حاجه. راه كدير حتى الكلاصاج كدير اي حاجه بروتين كيراتين لك شو باغين اي حاجه. مرحبا بكم البنات. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نديروا شي بلاي ليست فور كلينين يور روم. وغادي نشوفوا نعدلوا شي بلاي ليست من هنايا تكون زوينه باش غادي تشجعنا باش دابا نقيو البيت كامل. كما كتشوفوا هادو هما البلاي ليست اللي عطاوني هنايا. انا نورمالمون ديما فقط ما نكون خارجه ونكون كنوجد راسي خصني ضروري ندير اغاني اولا ندير شي حاجه نسمع لها ولا شي ستوري تايم. دونك دابا غادي نديروا شي بلاي ليست نشوفوا شي وحده هنا تكون زوينه نشوفوا هاد جود فايبس اونلي سويا معكم. بحال هكا ملي كنكون كنخمل اولا شي حاجه بغيت نقول لكم البنات في اي بيريود اللي كيكونوا زعما فيها هكا لا سيزون كتبدل وداكشي حاولوا ديما ملي تكونوا كتبوا حوايجكم وهذا حاولوا تبقاو تنقصوا الحوايج اللي ما عندكم ما ديروا بهم. الا كنتو شاريين شي حاجه اللي كتكون زعما اكسبنسيف حاولوا انكم تحطوها في شي جروب هكا للبيع ديال البنات بدي بري تكون زعما ريزونابل اولا عطيو البنات اللي يستافدو من دوك الحوايج يعني ما تخليوهمش عندكم باش تبقاو تلبسوا اي حاجه في المريو ديالكم ما تبقاش غير محطوطه. هذا غلط كنديروه كاملين حنايا البنات وخصنا نحيدوه منا. جيرز عتقشوني جالسه كنجمع حوايجي كما شفتوا بان لكم بدلت اول حاجه بعدا هي التيشيرت لحقت صونات عليا عاد دابا واحد البنت عندها لا كوموند شرات لواحد صاحبتها كادو ديال عيد الميلاد. المهم هذا هو لومبالاج انا دابا اللي كندير بوغ لانستون ان شاء الله بحول الله. اصلا هاد لومبالاج كامل اللي كتشوفوا دابا راه غادي نبدلو. كاينين هاد لي ساشي كادو هذا راه في البينك دابا غادي يبان لكم مزيان كيفاش داير. وخلاص هذه السلسله اللي خدات هادي اوناس انوكسيدابل صراحه واعره فيها بزاف ديال لي موتيف. كاين فيها قليب فيها مربع هادي اللي خدات دابا خدات فيها نجيمه فوالا كما كتشوفوا كتجي بحال هكا. اصلا كنت فايتها خرجت صورت بها واحد المره
خرجت صورات لي ماما ملي كنت خرجت صورت لكم هاد الكوليكسيون جاني نموت الجوع ما تغديتش مزيان دونك غادي نجمع البيت غايبان لكم هاك صافي راه بديت كنطوي و صافي اختبارك غادي نجمع بيت لحقت فريمون طلع لي فوق 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 راس راسي عاد دابا صاحبتي كنهضر معاها قلت لها راه كنجمع البيت قالت لي وعلاش سلامتنا كتجمعي البيت حيت مسكينه كانت باغا نجي نقاد لها لي سيل بحال هادو اللي دايره قلت لها اختي راه كنجمع البيت خليت حتى الغدا واجي عندي ايوا صافي دابا غادي نهبطوا لا كوموند وتنتوما البنات بلا ما نحتاج نوصيكم واخا راني فرع لكم راسكم بهذا الموضوع ديال لك كنتو باغيين اي حاجه مرحبا بكم هاي لاباج ديالي ولكن اختي الخدمه ما فيها عيب دونك الخدمه خدمه هادشي كاين صافي انا عييت انا دابا حاسه براسي غير صافي عييت بزاف تقريبا نص ديال الماريو راني جمعته الكمال اللي تبقى لي غدا هي ديال هاد لي زيطاجير وديال هاد لي رونجمون اللي هنايا وديال المجوره ديال البيت هادشي هذا هو اللي غادي يبقى لي ان شاء الله بحول الله حيت صافي دابا كنحس براسي عيانه العشيه تقريبا كامله وانا كنجمع من هنا لهنا لهنا عشان راه فريمون باش تكونوا واخدين نتوما اصلا واحد التريتمون ديال الدواء اللي هو كيسخف وتنوض دير واحد لافور بحال دابا ديال الجميع اولا التخمال اولا هذا راه بحد ذاتها تماره دابا غادي نمشي نرتاح شي شويه وان شاء الله بحول الله غدا نكملوا نتدوا مع القصنك شويه من العرق عطيو المدرسة يشوفو هاد الفيديو يضحكو عليا اجرو عليا مابقاتش كتبان مكتبانش هاكا شوفي لا مكتبانش اختي توحشت عنقي الصراحة اند جيرلز من بعد ما سالي جيت هنا كنوجد لي كوموند اللي خصني نعطيهم للبنات اللي كيكونوا كومونداوهم لاباج بيان سور البنات راه الا كانت خاصكم اي حاجه نعاود نقولها لكم دخلوا عندي لاباج راه غتلقاو بزاف ديال لي تروك زوينين كاين لي زونسامبل لي براسلي لي كولي لا باغ لي بوكل كاينين بزاف ديال الحوايج فريمون يعجبوكم خلاص هنا وجدت لا كوموند للبنت كانت غادي تعطي لماما هاد لونسامبل هادي كادو ابري دزت كنبارطاجي معكم داكشي اللي يلاه دخل جديد واخا دخلت بزاف ديال لي تروك ديما كنحاول نبارطاجي معكم داكشي اللي كنجيب فريمون جبت بزاف ديال الحوايج زوينين دخلوا لاباج تما البنات راه غادي تلقاو بزاف د الحوايج فريمون يعجبوكم بلا ما نحتاج انا نوصيكم بلا ما تحشموا مني دخلوا راه انا ديما تنكون تما ديما 24 ساعه ل 24 ساعه كنحاول ندير لو ماكسيموم بوسيبل باش انني نجاوبكم كنعطيكم الوقت
بزاف البنات كياخذوك يقولوا لي راني ما يمكنش شحال ظريفه كتعطينا الوقت اختي راه كنشكر راسي شكر راسو داز من هنا يصبروا عليا ما عندكم ما ديروا معايا هذا البروجي هذا درتو باغ امور لا انا لا اختي لحقاش راه الصوره هي راني هي رانيا وسو هي سهيله صاوب كما كتشوفوا هنايا جيت كنبارطاجي معكم لي براسلي اللي جبنا انشرا كنجيبو بذوقي بذوق ماما وبذوق اختي باش كنجيب هكا الاذواق كامله الله يحاول الله غادي نحاول نبقى نجيب لي براسلي اللي كيكونوا زعما ديال البنات وديال الدراري وخلاص هنايا كما كتشوفوا كنبارطاجي معكم لي براسلي اللي عندي كاين كارتي الكلو كلشي فانكليف كاينين كاع لي مارك كلامه شوفوا انا هاد الفيديو هذا غادي يكون باي البروجي ديالي هنايا البنات كنت كنبارطاجي معكم لي براسلي اللي كاينين في لاطاي صغيره و طاي ستاندر حيت كاينين البنات اللي عندهم مديداتهم صغيورين كيلقاو مشكل في لي براسلي انا راه عندي لي براسلي لاطاي صغيره ولا طاي ستاندر وخلاص كاينين لا غورميت اللي كيجيو اجوستابل وكاين كلشي شي لو دخلتوا لا باج راكم غادي تلفوا التلفو غتلفوا انا متاكده حيت كاع البنات كيقولوا لي نفس الهضره عندك كلشي زوين شوفوا اول حاجه قبل ما نبداو ما نهضر ما والو بغيتكم كلكم تصيفطوا لي كومونتير وتقولوا لي على سلامتك فاينلي البارح حيت البونسمون سو كيما كتشوفوا هذه الجرحه مهم دابا تقريبا جمعات ان شاء الله بحول الله دابا اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي ندير ميك اب خفيف ظريف وغادي ندير داكشي خفن زربن كما كنقولوا نمشي نهبط نقضي شي اغراض عندي اول حاجه عندي واحد السراول كنت شريتهم العام اللي فات من شيئين وكانوا تقريبا جاوني طوالين مع انا ما طويلش بزاف سو جاوني في الطول طوالين هما كارغو واسعين بزاف كنت خديتهم اوفر سايز سو جايني طوال وجايني شويه واسعين من التحت دونك بغيت نجمعهم شي شويه من التحت من الرجلين وبغيت نقص منهم من الطول وثاني حاجه البنات بغيت ندير ها هي بغيت ندوز نخرج واحد الوراق وخصني نمشي ناخذ شي وراق من السيبر وخصني ناخذ شي وراق عاوتاني من المكتبه دونك غادي نصور لكم داكشي كامل اللي غادي ندير ومن موراها غادي ندوز بعدا للفرماسيان لحقاش خصني ناخذ واحد بوماده ديال السيكاتريس عطيها ليا الطبيب اللي كنت درت عنده لوبيراسيون قال لي خصك تاخذي هاد الدواء واخا ديجا عندي واحد الدواء ديال السيكاتريس صراحه افيكاس ديال اسبانيا ولكن قال لي خذي هذا اللي غادي نعطيك قال لي ديري هاد البوماده هادي ديال السيكاتريس اللي عطيتك ومن بعد ديري فوق منها ليكرون الله بحول الله دابا من هنا الفوق مني غادي نكون غادي نقرا اولا غادي ندير داكشي اللي ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم غادي نولي كنديروا شي حاجه جديده في حياتي اكسبيريونس جديده كنت باغي نديرها العام اللي فات صراحه ولكن ما كتبش ان شاء الله هاد العام هذا عاد سهل الله فيها ان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله منين غادي يكون داكشي كامل هو هذاك غادي نجي عاود لكم كلشي من ا حتى زد وشنو ان شاء الله باغي ندير سو جيرز دابا غادي نمشي نجمع داكشي كامل اللي خاصني وغادي نمشي نقضي هادشي هذا اللي قلت لكم لحق الصراحه كنت باغي نخرج بالنهار ولكن الدواء اللي كناخذو بدلت له التوقيت لحقاش عطيني واحد الدواء كنشربو في الصباح كي نورمالمون كنشربو مع العشرة من مور ما كنشرب الدواء بساعه كنت كنفطر دابا ديغنييرمون ملي مشيت لوبيتال باش يحيدوا ليا البونسمون كانوا نيتواياو ليا هاد البلاصه هادي كامله وداروا لي بونسمون وحده اخرى على ما نجي للدار لحقاش ما بغيتش الصراحه الجرحه قصها الشمس راكم عارفين اصلا دابا كاين واحد الشمس راه خياليه ما يمكنش واحد الشمس البنات بحال كتقولوا يلا الصيف بدا كيدخل البارح خرجت بالليل بلا بونسمون الحمد لله ما ضراتني ما والو من غير هاد البلاصه هذه كنحس بها بحال مبنجه شي شويه المهم كنحس بها ماشي هي هذه اول حاجه البنات دايره هاد الكورميت هذه ديال الفانكليف كما كتشوفوا هاد راه كتجي دو فاس دايره هاد لو براسلي هذا ديال الكلو لا طاي صغيره خلاص هنا دايره هاد لو براسلي هذا ديال كارتي خلاص دايره هاد لي بوكل هادو ديال الكارتي جيو هكا صغيورين ودايره لي بيرسينغ فودني ودايره هاد لو بيرسينغ هادي وهادي هنايا من غير غادي نزيد دابا غير هاد لاباك هو اللي غادي نديرو في الديه ديال الكارتي غادي نديرو هنايا فيه لي بيرل كما كتشوفوا كيجي بالسيري ديال الكارتي من الداخل راه فيه من الداخل سيري ديال كارتي هنايا دونك بيبي هادشي اللي كاين دابا غادي ندوزو نديرو ميكاب وغادي نصايب شعري غنعاودو قبل ما ننسى البنات خلاص بالنسبه لهاد لاشين هادي ديال فانكليف مع حتى هاد السلسله هادي ديال الريفيير اللي كتجي كلها اون ارجونتي وهاد السلسله هادي ديال فانكليف اللي ماسين اوكسيدابل بالنسبه لي بيجو ديالي كاملين غتلقاوهم في ماباج رانس وجاولي بان شوب وغادي ندير معاهم هاد المونطخ هادي هادي كانت شرات اختي مشحال هادي وعطاتها ليا عطاتو دابا تقريبا شحال وهي عندي راه هاد المكانه واقيلا عندها شي 6 سنين ولا اكثر صراحه كتجي زوينه
وان شاء الله بحول الله حتى في البروجي ديالي ديال لي بيجو غادي ندخل لكم لي مونتر لاخاش بزاف البنات باغيين لي مونتر كيجيو كيسولوني اليوم دونك بيبيز ان شاء الله راه دابا نجيب لكم لي مونتر كما كتشوفوا صراحه كنحمق على الفينكلي نوريكم لي كولور اللي فيها باي ذا واي خاص هاد البواطه هادي ديال لي رانجمون ديال لي بيجو راني كنت شاركتها معكم وقيله في الفلوغ اللي قبل من هذا كتجي بحال هكايا راني كتوريتها لكم اصلا نخلي لكم لو كونط ديالي باش تما تدخلوا تشوفوا داكشي كامل فوالا البنات كما كتشوفوها هما لي غورميت كاينين كاملين كاينين في البوردو في البلون في هاد لارجونتي هذا في النوار في البلو سيال وكاين عاوتاني حتى هاد الغورميت هادي اللي كتجي الصراحه واعره شوفوا البنات لي ديتاي ديالها شحال كيحمقوا فيها هاد لي بيرل هادو ديال الفان كليف المهم البنات هاد لي بيجو كاملين غادي تلقاوهم في franco.jewelry.shop اللي هي لاباج انستغرام ديالي اللي كنكون حاطه لكم فيها تمايا بزاف لي زارتيكل زوينين اند جيرلز اوف كورس ما كاينش غير هادشي هذا راه كاين بزاف لي تروك لي زونسامبل لي كوليي لي براسلي الخواتم ديال المارياج الخواتم اللي كيكونوا ديال شاك جور دونك كاين بزاف ديال الحوايج لي فريمون زوينين وغادي يعجبوكم ودابا اختي نمشيو نوجدو وجهي لحقاش دابا الشمس بدات كتمشي دابا راه تقريبا هادي واقيله شي هادي 6 كما كتشوفوا هاد البنيه هاد الزويونه غزاله تسولي شكون هي هادي راه انا ملي كنت صغيره ان شاء الله دابا نوريكم واحد الالبوم ديالي ملي كنت صغيره نوريكم التصاور كاملين دابا راه تقريبا 6 كيوريتكم دونك غادي نمشي اول حاجه ندير تليفوني يتشارجا وغادي نمشي ندير مكياج خفيف وغادي نمشيو بيزو سو جيرلز هذا هو لو لوك ميك اب لي درت المهم درت هاد لو لوك ميك اب هذا خفيف ظريف دونك ماشي شي حاجه اللي ترو شارجي هاد لو لوك ميك اب ان شاء الله دابا نبارطاجيه معاكم خلاص حتى بالنسبه للبسيك اللي وليت دابا كندير صراحه زوين كيحمقني بزاف ديغنييرمون وخلاص لي بيجو خليت هادو اللي انا اصلا دابا دايراهم تو بيبيز الاوتفيت غادي نوريها لكم ولكن ما غاديش نتصور بهاد التيشيرت غادي نوريكم لو توب اللي ان شاء الله غادي نتصور به غادي ندي هاد لو توب هذا فيه هاد لي بيرل هادو من جناب كيجي بحال هكا المهم هو كيجي من هنايا هكا في لحق الصراحه ما عرفت بس باش غادي نتصور ان شاء الله من بعد تعرفوا ديال اش هتصور سو جيرلز مهم غادي نلبس هذا ملي غنوصل تما يا ربي غير تكون شي بلاصه عنده ديال تبدال فين غنبدل يا ربي يا ربي غادي ندير هذا المقبط هذا في شعري كنت خديته من شيئين وغادي ندير هذا البارفان هادي ديال الشعر وديال البادي المهم انا هادي كنديرها غير شعري لحقاش راكم عارفين ديك الريحه ديال البلاك اولا الساشوار كتبقى واحد الريحه مجهده بزاف دونك ما كنحملهاش داكشي علاش ديما كندير هادي المهم البنات كنرشها بحال هكا من بعد ما كنحاولش نقربها بزاف لشعري والصراحه زوينه ريحتها فنه ورخيصه ما غاليش بزاف ديرها بشي 25 درهم المهم ريحتها ريحه النقاوه ريحه الورد انا صراحه كنشوف البنات كيديروا شعرهم العود اولا كيبخروا شعرهم بالعود وانا كيعجبني العود ولكن ما كنقدرش عليها بعض المرات دونك كيعجبوني بحال هاد الانواع ديال الريحه صراحه زوينه وتقدروا تلقاو عند اي بارفيوم غي شعري غادي نجمعو بحال هكا غادي نجمع اللي وليت كندير له دابا شوفو كيجي زوين صراحه وكيجي كيوت صافي المهم هادو هما لي اكسسوار ديالنا ميك اب اون فليك غنوريكم الاوتفيت كامله كيفاش جات هاد السروال هذا ديال الكاتمه ولبست في رجلي كروكس صافي لبست هاد التيشيرت ودابا غادي نهز ماي تويت باك غادي ندير فيه البسطام وغادي معايا الكاميرا وغادي ندي معايا اشنو اخر صافي البسطام مي وهادشي هو اللي خاصني او التليفون صافي جيرز ديال البارفان اللي غادي ندير دابا ديال غوزيليا سبيسها جاست واو صراحه فريمون واعره بزاف هي هادي شوف بنات ما يمكنش شحال زوينه اصلا لو باك يجو فيه بزاف ديال لي بارفان كنت شحال هادي بارطاجيتها معكم المهم دابا وليت كنستعملها بزاف هاد الايام النتيجه اللي غادي ندير دابا واعره ريحتها فني البنات كتحمق ريحه الانعاش والحيويه جيرلز ما بقى والو ودابا غادي نسد الفورماسيون سو اول حاجه غادي نمشي نديرها هي غادي نمشي نشرب هذا الدواء ومن بعد غادي نهبط عند صاحبتي وغادي نمشيو للسبار وغادي نمشي نجمع دوك الوراق اللي قلت لكم صراحه كيعجبني هذا الجو نخرج فيه عشان واحد الجو زوين انا نوريكم كيفاش داير الفيو على برا باش تفهموني علاش كنهضر
او ماي جاد. شوفوا البنات هذا الفيو واعر. عرفتوا اش كيفكرني هذا الجو؟ هذا الجو كيفكرني في ايام ديال الليسي والكوليج، وملي كنت كنجي من السوايع كنجي كناكل كنرتاح كنوض نكتب كنوض نحفظ، واخا ما كنتش كنحفظ بزاف. المهم فريمون الجو زوين بزاف خطير. شوفوا السما فريمون الجو واعر. دابا جينا عند الصديقه ديالي، هاي كتجمع الشعر ديالو عيني كتجمع بلاتي كتغفلي وصافي. انا نوريكم انا خصني نحط الكاميرا بحال هكا زعما راه عندنا الكاميرا اختي. انا اختي نوري للمشاهدين ديالي البوماده اللي ندير لهم لامبوكسين. البوماده الصفراء هذه هي البوماده اللي عطاني الطبيب الدكتور ديالي الله يخليكم، خاص الدكتور ديالي الخاص الدكتور عطاني هذه دايره وكلا ب 130 درهم. انا نتاكد نتاكد مزيان نجبد الورقه الخاصه بي. من اول 140 درهم الله اكبر ماشي 130 درهم. عطيه درهم هذه خصك تكمليها. لا ولكن قالت لي راه ما غاديش تكفى 30 يوم كامله. قالت لي راه تقدر تسالها، قالت لي وعاودي شري واحد اخر نوريكم. ولكن البنات شفتوا هذه ايفيكاس، قالتها لي الصديقه ديالي الفرمليه ديالنا وقالتها لي حتى الفرمسيانه زوينه. قالت لي واعره، قالت لي غادي تحيد لك السيكاتريس. شنو هذا القبعه عاود نديها؟ المهم هي هادي فوالا. شتي صغيره ما كبيراش بزاف ولا تدي؟ شنو بالك تدي 30 يوم؟ ما تديش. المهم انا هادي هي الجرحه اللي عندي، وقالت لي ديريها في الصباح وبالعشيه، ولكن قالت لي ما تخرجيش بها الشمس. الشمس نشايها نشايها نشايها. دونك هي هادي اللي ان شاء الله غادي نبدا نديرها حتى الليل تندخل للدار وغادي نابليكيها هنايا وصافي. قالت لي في الصباح ملي تكوني غديريها قالت لي خليها حتى تشرب لك في الجرحه عاد ديري ليكرون خرجي. قالت لي الا ما شربات لكش مسحيها وديري ليكرون. المهم كنقول لكم داكشي اللي قالوا لي مسحيها وديري ليكرون صافي. هادشي اللي كاين الاخت السائله. دابا انا كنتسنى الصديقه ديالي تسالي الاشعر ديالها تدير الهير الهير ستايل. شعره فين تما عندي الشعر طول بزاف. او ماي جاد كنا اختي عندنا الشعر مع تبارك الله مسرسد تنحيرو ما تعرفو ما ديروا له. ام الحنونه الساعة الآن تشير إلى 7:30. شو ما شاء الله. أنا قلت تصور. قول لي مبروك حيت. قول على سلامتك. درنا الإضاءة أختي. أنا لبست تريكو من تحت. أنا ساليت الماي هير ستايل. صفت راه تصور بعدا تفكر. صورتها بالكاميرا ما بغيتش نصيفطها تصور. نعم. آه كليت. خذي هاد المونيك هاد الدار خذ بغيتي هاديك الدار ساهلة نشريها لك دابا. طبيبة فرملية.
سوني دابا دخلت. سو اول حاجه غادي نوريكم اشنو شريت لحقاش نورمالمون هاد لا شوميز اللي غادي نوريكم دابا كنت باغا نشريها من شحال هادي من شيئين كنت باغا نشريها بيض واي في البيض ولكن عندي لي شوميز بزاف في البيض لقيت انا وصاحبتي طلعت خديت لا شوميز قلت صافي الا ما خديتهاش دابا فراسي ما غاديش نعاود ناخذها ايوا صافي مشيت نخدم ولا تلاحظوا دابا هاد لا سيزون هادي مازال سخون الحال بزاف دونك هاد لي شوميز هادي هي وقيتهم المهم كتجي بحال هكا كيجي فيها هاد الجويب من هنا طويل خلاص بالنسبه لهادي راه هادي زارا كما كتشوفوا خديت فيها لا طاي اكس لارج انا غنقيسها دابا حداكم باش تشوفوا كيفاش كتجي فريمون غتجيني زوينه اصلا عندي سراول كلاس كيكونوا طالعين حتى لهنايا دونك غادي تجيني معاهم وتجي حتى مع سراول الجين اللي طالعين بزاف لحقاش هي قصيره وقصيره بزاف 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 دونك غادي نلبسها مع هذوك السراول اللي كيكونوا طاي او حتى لهنا وغادي يكونوا شي شويه كلاس هي عندها داك الفايب ما كلاس ما سبور دونك غادي تجي مع دوك السراول اللي كيكونوا كلاس بحال داك الشكل ديال زارا دونك انا نقيسها دابا حداكم باش تشوفوا خا قبل قيسها نعاود نقيسها دابا كتجي بحال هكا لبستها مع هذا السروال دابا قيسها لكم مع هذا السروال اللي انا اصلا لابساه دابا كتجي بحال هكا في البيسه صراحه كتجي زويونه المهم كتجي قصيره من هنا وكاين فيها حتى لي كولور بالنسبه لهذه راه يمكن لكم تخليوها يا اما هكا تلبسوها يا اما تلبسوها وهي مسدوده المهم انا لبستها بحال هكا هذا السروال باي دو واي هذا السروال هذا ديال البيرشكا شريته من جوطيه كتجي بحال هكا هي خصني نلبس من تحت منها شي حاجه ما نلبسهاش بوحدها سينو راكم عارفين دونك خصها تلبس بحال هكا بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني عليها منين شريتها خديتها انا من عند واحد السيد كاين في حمريه في مكناس بالضبط خلاص البنات اللي عندهم زارا في مدينتهم راه غادي تلقاوها في زارا انا خديتها من عند واحد السيد كيجيب داكشي ديال لي مارك اللي كيكونوا بحال دابا حنا ما عندناش في مكناس وصافي هادشي اللي كاين بالنسبه للو بري البنات اللي يسولوني على الثمن ديالها هادي البنات كان في الاول قال لي 170 درهم وفي الاخر خليها ليا ب 150 المهم الثمن راكم عارفين مناسب صو هادشي اللي كاين دابا غادي نبدلو حوايجنا وغادي نمشي نديماكي وجهي لحقاش غدا عندي واحد الحاجه زوينه ونتخرج ان شاء الله بحول الله وغادي نبارطاجي معكم داكشي كامل